هنتكلم مع حضراتكم بقى اكتر عن برنامج الاشبال. برنامج الاشبال ان شاء الله هتكون مع حضراتكم برنامج اسبوعي كل ثلاث الساعه 8، بنغطي اخبار قطاع الناشئين داخل النادي الاهلي والمواهب اللي موجوده داخل القطاع. وايضا برضو يعني هيكون كاميرا الاشبال هتتجول داخل قطاعات الناشئين كلها في مصر. هتكونوا معانا لحظه بلحظه داخل القطاعات كلها، هتعرفوا حضراتكم المواهب اللي موجوده في مصر كلها. ايضا هنغطي منتخب الشباب والمنتخب الاولمبي. هنكون معاكم دايما لحظه بلحظه. دايما فتره الناشئين للعيب الكره او النجم فتره مهمه جدا، فتره عمره ما هينساها مهما وصل من نجوميه، من ارقام، من انجازات، من بطولات. دايما اللحظه اللي بيدخل فيها لاعب الكوره او ناشئ النادي الاهلي قطاع الناشئين دايما بتفضل محفوره في ذاكره. اول لحظه وهو داخل الاختبارات وهو بيشتري الاستماره من على بوابه النادي، كل المباريات الرسميه اللي لعبها، اول مباراه رسميه، ايضا اول مكافاه، كل المدربين اصحاب الفضل عليه. فدايما وابدا دايما فتره الناشئين فتره مهمه جدا بيتذكرها لاعب الكوره. في الفترات اللي فاتت كان دايما بيقولوا النادي الاهلي ما عندوش قطاع ناشئين، او النادي الاهلي ما عندوش لعيبه تلعب في الفريق الاول. ازاي النهارده بص على كل الاجيال اللي لعبت في تاريخ النادي الاهلي، كل الاجيال مش هتلاقي جيل الا دايما خرج منه لعيبه موهوبه من قطاع الناشئين. عايزين نتكلم عن الجيل الحالي دلوقتي. الجيل الحالي دلوقتي ما شاء الله هتلاقي فيه نخبه كبيره من اللاعبين، امثال محمد الشناوي، امثال رامي ربيعه، سعد سمير، كمان عندنا ايمن اشرف، كريم ندفد ربنا يرجعه بالسلامه، حسين السيد، محمد هاني، وايضا مجموعه اللاعبين الصاعدين الناشئين اللي لسه هتكلم عنهم باستفاضه دلوقتي. اكيد دايما كل اجيال النادي الاهلي بيكون فيها لعيبه موهوبه.